هذا التقاضي عن بعد كيعتمد على التقنية ديال التواصل الرقمي لا فيديو كونفيرونس، بناء على التواصل اللي كيتم بين جوج ديال الحواسيب. احنا جهزنا جميع محاكم المملكة بحسابات خاصة دي كونت للولوج، الولوج إليها هو الذي يفضي إلى واحد القاعة افتراضية للجلسات. وهاد جوج ديال الحواسيب، واحد تيكون في المؤسسة السجنية واحد تيكون في المحكمة، تيوقع التواصل بيناتهم بعد ما يتم الربط ديالهم بالشبكة الانترنت، وفي نفس الوقت الربط ديالهم بالخادم ديال التقنية السمعية البصرية، يعني لو سيرفور دو فيديو كونفيرونس. وبحال اللي شفتوا في الجلسة، بمجرد ما تفتتح الجلسة ديال المحكمة من طرف السيد القاضي، تيمثل امامه عن طريق عن بعد بطبيعة الحال المتهم. وشفتوا بان السيد رئيس الجلسة كان حارس من البداية انه كيسول يعني الضنين واش تيقبل انه ان يمثل امام المحكمة بهذه التقنية. بطبيعة الحال الجلسات اللي تبعنا كلهم عبروا على الموافقة ديالهم، وحتى السادة المحامون اللي كيأزروهم وافقوا على انهم يباشروا الجلسة بهذه التقنية. وانتم شفتوا انه كان الحوار تدخل النيابة العامة والقضاة والمحامون وديال الأظناء كله تم بهذه التقنية هذه. نعقد هاد الجلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بسلا كتجربة للمحاكمة عن بعد، فتم الربط مع قاعة الجلسات وتمت المحاكمة عن بعد بالنسبة لبعض المعتقلين. كيف ما شفتوا محكمة أخرى تنطلق في برنامج المحاكمة عن بعد. أكيد أن السلطة القضائية اليوم تؤكد مرة أخرى على أنها مواكبة لهذه المحطة الاستثنائية، هذه المرحلة التي تطالب بكثير من العمل، بكثير من الخلق والإبداع والابتكار. أكيد أن مجلس أعلى السلطة القضائية مشروع التقاضي عن بعد أو المحاكمة عن بعد ماشي وليد اليوم، كانوا برامج كثيرة على مستوى محكمة النقد اللي كانت نموذج وقدوة في هذا الاتجاه. اليوم صار أنه ذاك الشيء اللي كنت أكد عليه المجلس منذ سنوات أنه اليوم أصبح واجب أنه نطوره أكثر. الحمد لله الجلسة دازت وفق الضمانات وبموافقة ديال الأطراف بطبيعة الحال، وأكيد أنه هذه المحطة وهذه الانطلاقة اللي قضاة المملكة اليوم تأكدوا على أنهم مستعدين لكل يعني التطورات، كل تغييرات، كل تحديات. اليوم أكدوا على ذلك وبمقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين. بطبيعة الحال المحاكمة عن بعد ليست شأنها القضائي لوحده، في أمور تقنية، في أمور لوجستيكية، في أمور تشريعية، خاص كل شيء يتضافر بطبيعة الحال باش يكون واحد العمل، باش تكون محاكمة عادلة داخل وفق الضمانات الواجبة قانونا. إذا اليوم كانت نموذج ديال تطوير آلية العمل من أجل حسن سير العدالة ومن أجل حفظ الصحة والسلامة لجميع بطبيعة الحال المرتفقين والمتعاملين مع القطاع. لا تنسوا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.